مبادرات كتيرة قدمتها الدولة عشان تحد من الزيادة السكانية اللي بقت زي الشبح اللي قادر يلتهم أي تنمية ممكن تحصل. حملات تنظيم الأسرة ومبادرات وزارة التضامن زي 2 كفاية مثلا اهتمت جدا في الفترة الأخيرة بهذه القضية. كتير من الحملات والمبادرات اللي بشوف على قد ما هي مهمة وبتنجح، لكن برضو مردودها على الشارع المصري لسه محتاج أكتر من كده. الدولة كمان حاولت في أكتر من مناسبة أنها تسلط الضوء على المشكلة دي، وكان في مقترحات زي حرمان الطفل الثالث أو الرابع من مجانية التعليم ومن دعم المواد التموينية، لكن كتير اعتبروا أن ده إخلال بمبدأ المساواة وبالتالي هيكون ده شيء غير دستوري. في ديسمبر 2023 في مؤتمر أو في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الدكتور خالد عبد الغفار أطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واللي الهدف منها كان تنفيذ برنامج يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة في الدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب العالية. كل دي أفكار جميلة، ولكن بيتبقى أنه تبقى موجودة على الأرض، يبقى الناس مقتنعين بيهم، فمحتاجين حلول تبقى عملية. في مشروع قانون اتقدم في مجلس النواب، قدمته النائبة منى عمر علشان تقول فيه انه الدولة بتمنح الأسرة اللي تخلف طفل واحد امتيازات، شقة، وظيفة، وكمان في حالة وفاة والده أو والدته يبقى ليهم معاش ثابت، وبكده تبقى الأسرة مطمنة على مستقبل ابنها وما تحاولش تخلف تاني. مشروع القانون ده الحقيقة محتاجين نتوقف عنده، إيه أهم بنوده، هل إحنا كمصريين هنقدر نلتزم بيه، إيه آلية تطبيقه، أسئلة كتيرة جدا 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 هنحاول إن إحنا نجاوب عليها مع ضيفتي النائبة منى عمر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن. مساء الخير، أهلا بحضرتك منورانا في مصر جديدة. الأول كده سريعا، إيه هو المشروع؟ أولا أنا بشكر حضرتك وبتشرف بوجودي مع حضرتك هنا في القناة المتميزة ETC. بالنسبة مشروع قانون، أولا أحب أأكد كبداية إن هو اختياري، يعني مش قانون بيلزم أحد، لكن هو طبعا أي مكتسبات الدولة هتقدمها لابد إن هي تكون يعني ليها قانون بيحدد كل يعني بتحدد كل مادة منه كيفية وصول المكتسب للمواطن اللي هيختاره. مشروع قانون بيهدف إلى يعني الحد من الزيادة السكانية كبيرة جدا اللي يعني بشكل مستمر بتأثر على عوائد التنمية وجهود التنمية الكبيرة اللي بتقوم بها الدولة. المادة الأولى للقانون إنه بيفعل على الأسر حديثة الزواج بعد صدور القانون وليس قبل. لو في أسرة هي من زمان مخلفة ابن أو للأسف الشديد لا لا لن يسري عليها، لأن هو هيكون بدايته الأسر حديثة الزواج بعد صدور هذا القانون. يعني لسه دلوقتي مش عارفين هو هيصدر امتى، فنفترض جدلا هو مازال مشروع قانون. لو هو مثلا صدر في سنة 2025 فهيبقى بيطبق على الناس اللي هتتجوز بعد اللي هي بعد صدوره بشكل مباشر. لو اتعمل في يناير 2025 مثلا 30 يناير مثلا 2025 فهيبقى من 1 فبراير هيفعل على حديث الزواج بعد هذا التاريخ، بعد صدور او بعد نشره في وتطبيقه، بعد نشره في الجرائد الرسميه وتطبيقه. تمام. طيب اهم البنود بقى، اهم المميزات اللي هيحصل عليها المتزوجين اللي هيقرروا انهم هيجيبوا بنت او ابن واحد. المزايا انا عندي 21 ميزه. ال 21 ميزة يعني كلها أو أغلبها
بيحظى بيها الابن الواحد. عندي 4 مواد فقط اللي هي يعني يمكن ان هي تعطي الأسرة اللي عندها ابنين ميزة نسبية. طبعا الغرض من يعني كده ان هم اكتر المزايا للي عنده ابن او بنت واحده، بالظبط مزايا اقل شويه للي عندهم اتنين. 4 مواد فقط من 21. طيب ايه اللي المزايا اللي هتروح للناس اللي هتخلف طفل واحد؟ بدايتها انه هو وثيقة تأمين على الحياة يعني مجانية. لصالح الابن او الابنة في حالة وفاة او عجز احد الابوين. بتتيح له الحصول على معاش شهري لا يقل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للمعاش يعني موجود في الدولة في هذا التوقيت. طيب بالنسبة للوظيفة، الوظائف الحكومية يعني يكون له الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله في حال الإعلان عنها ضمن نسبة محددة بتحددها الدولة. وليه شقة يقدر ياخدها وأيضا بتقسيط 30 سنة. أنه الشركات والمؤسسات سواء التجارية الصناعية بأنواعها يعني يعني يكون في نسبة أيضا لي في هذه المؤسسات حال يعني مناسبة مؤهله للالتحاق بها. طيب يعني المادة الثالثة بتقول انه والدي الابن الواحد او الابنة الواحدة بيحصلوا على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من احدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن او الابنة بمبلغ بيتم تحديده، لسه ما حددوش المبلغ، تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة بيصرف فيه في حالة وفاة أو عجز أحد الوالدين. المادة الرابعة، عندما يبلغ الابن الواحد أو الابنة الواحدة سن 25 يكون له الحق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، وذلك بالتقسيط على 30 سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بتمويل عقاري بنكي. بالظبط. المادة الخامسة، يكون للابن الواحد أو الابنة الواحدة الأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة. بالظبط. المادة السادسة، تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسر في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة. بالظبط. المادة السابعة، يحق للابن الواحد أو الابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية ودراسية تنظمها الأكاديميات والهيئات والوزارات والمؤسسات التابعة للدولة ضمن برضو نسبة تحددها الدولة. بالظبط. المادة الثامنة، يتمتع بالتعليم المجاني بأي مدرسة من مدارس الدولة، ولو أنجبت الأسرة طفل تاني هيكون في خصم على الطفل التاني، على الأولاني ولا التاني؟ الاثنين ياخدوا خصم 50%. 50%. وإحنا عارفين دلوقتي إن هو في مصاريف للمدارس، يعني التعليم أصبح بمصاريف وليس مجاني. أيوه. المادة التاسعة، للابن الواحد أو الابنة الواحدة الحق في التمتع بالتعليم الجامعي المجاني. بالظبط. في أي جامعة حكومية. بالظبط. المادة العاشرة، تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي مخفض 75% في اي وسيله من وسائل المواصلات العامه للدوله، والتخفيض بيبقى 50% في حال انجاب طفل تاني. بالظبط. ودي الماده الثانيه المتعلقه بطفلين. الماده ال11، تحصل الاسره على مقررات تموينيه مجانيه بقيمه معينه الدوله بتحددها تقل بنسبه 70% في حال الانجاب مره ثانيه. بالظبط. المادة الـ12، يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني عن نفقة الدولة مدى الحياة. المادة الـ13، الأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حال الاحتياج لها بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون. الـ14، الأسرة اللي بتكتفي بإنجاب ابن أو بنت واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل وزارة السياحة عند وصول الابن او الابنه لبدايه المرحله الاعداديه ولغايه نهايه المرحله الثانويه. بالظبط. الماده الـ15، يحق للابن الواحد او الابنه الواحده حال تخرجهم من الجامعه الحصول على قرض حسن بدون فوائد بيسددوا على 5 سنين مع فتره سماح سنتين من احد البنوك التابعه للدوله مع دراسه جدوى مجانيه لاي مشروع صغير او متوسط وتدريب مجاني على كيفيه التسويق للمنتج.